الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وانعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه تسليما كثيرا. ما منا من أحد إلا وسمع نقلة كلام أو موقف لشخص تكلم فيه. إحنا في حياتنا لابد تمر علينا مثل هالموقف، موقف معين، كلمة نقلت لي عن شخص قال فيك كذا أو صنع كذا، من المواقف التي ضايقتني، عكرت المزاج وكدرت الخاطر. أنت أمام خيارين اثنين، ما في ثالث، يعني ما في رمادي. الخيار الأول أنك تبي تقرر أنك تأخذ حقك، الخيار الثاني أنك تتنازل عن حقك. تقول يا ابن حلال كل أبونا غلط، ويمكن الكلمة هذه ما يقصد، يمكن قالها بلحظة غضب، يمكن المعلومة مو صحيحة، يمكن ما نقل لي. أنت تتسامى في نفسك، تتسامى وتترفع عن أنك تحاسب أصحابك وأحبابك على بعض الكلمات اللي قالت فيك. تراها في نفسك تتعارض مع خلقك وطبعك، تقول وإذا قال صار بالدنيا، كل أبونا غلط وكل أبونا ننفعل وكل أبونا نتكلم حتى على ربعنا وأهلنا بلحظات الغضب والانفعال. تبيني حاسب على كل زلة وأنت قلت وأنت سويت؟ لا 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 لا، يبقى أخ ويبقى عزيز ويبقى حبيب. وهذه النوعية الكريمة من الناس أحيانا تلتمس العذر أصلا، يعني أنا ألتمس للعذر، أقول والله الله يعينه، والله أنا عاذرة في الظرف الفلاني ولا كذا ولا كان معصب ولا الله يعينه، والله أنا ألتمس للعذر. خيار ثاني لا، تبي تأخذ حقك، كل ما ضايقتك زعلتك ما تبي تقلب الصفحة ولا تبي تخلي الكلمة أو الموقف يعبر عبور الكرام، لا، وأيضا من حقك، ما عليك ملامة، هذا مقام شريف، مقام العفو والتنازل والتغافل. لكن أيضا الشريعة الإسلامية راعت طبايع الناس، مو كل واحد يقدر يتجاوز. ساعات أحيانا بعض الكلمات جارحة وصير الجرح مؤلم، مؤلم جدا، موقف يعني هز كياني، شلون فلان يتصرف تصرف هذا، شلون يقول عني الكلام هذا، تشوفه تشعر بأن الموقف خذلان لك ولا تطاول عليك. من حقك أنك تأخذ حقك، الشريعة راعت عواطفك وراعت أحاسيسك ومشاعرك، لكن قبل لا تأخذ حقك لازم تنتبه إلى أمر مهم جدا جدا جدا، وهو التثبت من دقة وصحة المنقول لك قبل لا تتخذ قرارك. بعض الناس يتخذ القرار بدون ما يواجه ذاك، زعل وصد وخلاص. طيب يا أخي قعدت معه تثبت، قد تكون المعلومة مو صحيحة، الكلمة مو صحيحة، قد تكون الكلمة صحيحة لكن في لها كلام قبلها وكلام بعدها، قد هذا اللي نقل لك المعلومة ما نقل لك إياها كاملة، نقل جزء وخلى جزء سواء قصد ولا بدون قصد. فاصل ونواصل. الحمد لله عودا على بدء. لازم تثبت قبل لا تتخذ أي قرار. شيء محزن حقيقة أنه ينقل لك عن شخص يقول أنا دوانية ولا مجلس، وتفاجأ ولا دخلت أسلم ولا فلان، كل
نفس علي ومضايق، حتى بعضهم ما سلم علي. عسى ما شر، قال انت تدري شو مسوي. زين قعدت معاي، فلا بد تتثبت قبل لا تتخذ قرار. الان تثبت، خلينا نقول تثبت، يا لك شخص ثاني شهد، ثالث شهد، قد يكون مقطع مسموع، شيء شفته بعينك. قبل لا تتخذ قرار العقوبة على صاحبك واجهه، والمواجهة طبع الأقوياء لا الضعفاء. الضعيف هو اللي ما يحب يواجه، لا واجهه. وأنا راح أقول لك ليش لازم تواجهه. واجهه لأسباب، أولا قد يكون عنده عذر أنت ما تدري عنه، قد يكون عنده عذر أنت ما تدري عنه، ما وأول ما تعرف عذره تعذره، تقول لا والله كذي السالفة، لا يا الله محلل ومسامحك ومعذور. اثنين، قد يعتذر منك، ما عنده عذر، يقول لك حقك علي، أنا آسف، والله يا فلان اسمح لي، والله كنت معصب، كنت متضايق، ما أقصد، كنت منفعل، عندي مشكلة الفلانية، ما نقل لي الموضوع الفلاني، فأنا كردت فعلي قلت الكلام هذا. ودلت تجاربي، وأظن شاركوني تجاربكم، ما أذكر أحد فيما أعلم في محيط معرفتي إن واجه صاحبه وقال له عتب عليه وإن طلعوا زعلانين. لازم يطلعون متراضين. لما تقول حق شخص أنا والله ترى ما أخذ بخاطري، أنت قلت كذا أو بلغني عنك أنك سويت كذا، هذا إذا ما عنده عذر راح يقدر ويحشم هذه المصارحة والمكاشفة. أقل شيء تطلع حقك علي، أنا آسف، وإن شاء الله ما تتكرر، على الأقل يطيب خاطرك. لو افترضنا ما طيب خاطرك، لك حق تزعل، لكن زعل حدك 3 أيام، مو زعل سنة وسنتين وثلاث وأربع مثل ما يحصل حتى أحيانا بعض بين أهل البيت الواحد، سنتين ما يتحاشون أخوان، ولا 3 سنين ولا 4 ولا 5 ولا 6، على شنو؟ عقب التفتيش تفتش، ولا كلمة، ولا ولده طق ولدي، ولا زوجته سوت كذا، ولا هو قال كذا، كلام والله العظيم من توافه الأمور. زعلة مدتها سنوات على شيء ما تستحي تقوله. يمكن لو أسألك أحد قال لك عسى ما شر شنو صاير بينك وبين فلان ما تحاشون لكم سنة وسنتين، والله قد تخجل إنك تقول له السبب، عشان لا يعتب عليك، عشان لا يقول لك من صدقك زعلان عليه الحين ما تكلمه هالسنين هذه علشان هالموقف. قال صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا أنت لك 3 أيام، 3 أيام هذه الشريعة الإسلامية عطتك حرية أنك ما تكلمه ولا ترد على سلامه ولا ترد على كلامه، لك عشان تبي توصل له رسالة أنك زعلان، حتى لا يعيد الغلطة ولا يكرر الخطأ، هذا من حقك. لكن بعد 3 أيام لا، مو من حقك. خلاص يفترض بعد 3 أيام خلاص ما في شيء اسمه هجر. لكن قبل لا أختم أنبه حق النقطة هذه، ليس بالضرورة أن ترجع العلاقة كما كانت بالضبط، بس المهم ما يصير هجر.